بسم الله الرحمن الرحيم، احبابي طلاب الصف السادس من دارس المدينه الاكاديميه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم باذن الله تعالى موعدنا مع درس جميل جدا، درس وهو فضاء العين. ايه هو فضاء العين؟ في هذا الدرس عندنا ثلاث مصطلحات. عندنا فضاء العين، عندنا الرسم الشجني، عندنا مبدأ العد الأساسي، ثلاث أهداف معانا في الفصل. لازم في نهاية الفصل بإذن الله تعالى في نهاية الفيديو يبقى كل واحد فينا عرف يعني ايه فضاء العينة، عرف يعني ايه الرسم الشجري، عرف يعني ايه مبدا العد الاساسي. ركز مع بعض، درس سهل جدا. فضاء العين هي مجموعه جميع النوادج. يعني ايه؟ يعني مثلا انا معايا مكعب ارقام، مكعب الارقام عارفينه؟ اه، في ارقام من 1 إلى 6. يبقى فضاء العين هو ايه؟ تقول يا استاذ 1 و2 و3 و4 و5 و6. هل ممكن احصل على نتيجه غير الواجب؟ لا، ما في. يبقى اذا فضاء العين عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6. مثلا على سبيل المثال انا معايا عمله معدنيه حد الريال مثلا، واركيت الريال كده، ايه الناتج اللي ممكن احصل عليه؟ قول لقيت ماسوره او شعار، لا اما شعار او كتاب. ده عمله معدنيه، شعار او كتابه. المثال اللي اخذناه الحصه الماضيه، لو فريق بيلعب اليوم مثلا وانا منتصر نتيجه، لا اما النتيجه ممكن منين؟ لا اما فوز فريق فوز، او يتعادل، او هزيمه فريق يكسب. دي بقى بسميها ايه؟ بسميها فضاء العين. يبقى مجموعه جميع النوادج الممكنه. طيب يا استاذ، لو انا القيت مثلا عمله معدنيه، مع مكعب ارقام، الاثنين مع بعض. في المثال احنا خدنا الحصه الماضيه، انا القيت مكعب ارقام حاله، القيت العمله المعدنيه حاله. اليوم هنعرف لو احنا القينا الاثنين مع بعض، مين الشاطر ممكن احصل على ايه؟ يا استاذ انا ممكن احصل على 5 وشعار، يا استاذ ممكن احصل على 4 وكتابه، يعني نواتج كتير. طب اظبطها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ عندي شيء اسمه الرسم الشجري. اللي هو ايه يا شباب؟ انا عندي مثلا عندي العمله المعدنيه حاجتين، لا اما شعار كتاب. تمام. الشعار لو ظهر في العمله المعدنيه شعار، ممكن يظهر شعار مع 1 صح؟ او شعار مع رقم 2، او شعار مع رقم 3، او شعار مع رقم 4، او شعار مع رقم 5، او شعار مع رقم 6. لو ظهر شعار، طب لو ظهر كتابه مثلا، ممكن يظهر كتابه مع ايه؟ مع 1، أو كتابة مع 2، أو كتابة مع 3، أو كتابة مع 4، أو كتابة مع رقم 5، أو كتابة مع رقم 6. يبقى إيه النواتج اللي حصلت عليها؟ ممكن أحصل على شعار، تركزوا في الرمز، شعار 1، ها، شعار 2، ها، شعار 3، شعار 4، شعار 5، شعار وستة. أو كتابة مع 1، كتابة مع 2، كتابة مع 3، كتابة مع 4، كتابة مع 5، كتابة مع 6. ده اسمه إيه يا أبطال؟ اسمه الرسم الشجري. بحصل على النواتج عن طريق رسم شجري. بحصل عليها إمتى؟ لو أنا ألقيت شيئين مختلفين أو شيء واحد ألقيته كم مرة؟ مرتين. هي عملة معدنية أو طبعًا أكثر من إيه؟ من مرة.
القيت عمله معدنيه مع مكعب ارقام، بيقول لك ارسم الرسم الشجري، قول لي النواتج اللي ممكن تحصل عليها باستعمال الرسم الشجري. هتمسك حاجه من العمله المعدنيه، ايه النتائج بتاعتها؟ عندي شعره، عندي كتابه. الشعره هيخرج منه اسهم حد مكعب الارقام. 1 2 6 يبقى انا عندي كام نتيجه يا شباب؟ عد كده معايا. 1 2 3 4 5 6 و6 بعد كده عندي 12 نتيجه. ده اسمه الرسم الشجري، يبقى عرفنا قد ايه فضاء العينه اللي هو كل النتائج. الرسم الشجري ان انا بجيب فضاء العينه عن طريق هذه الطريقه. اخر شيء عندنا اللي هو مبدا العد الاساسي، ايه مبدا العد الاساسي ده؟ ان انا ممكن سهل جدا احصل على عدد النتائج بدون ما ارسم. يصلح يا مستر؟ كيف احصل على كل ده بدون ما ارسم؟ سهلة جدا جدا جدا. أنا عندي في العملة المعدنية كم نتيجة عندها؟ هما شعار وكتابة 2 2، ومكعب الأرقام كم نتيجة؟ 6. إيه رأيكم؟ أعمل إيه؟ أني هضرب 2 ضرب 6 يساوي 12 نتيجة مباشرة. كل مسألة ليها طريقة حل. ناصر هو طالب منك إيه؟ لو طالب منك الرسم الشجري لازم تحل بالرسم الشجري. لو طالب منك مبدا العد، استعمل مبدا العد الاساسي، يبقى سهل جدا. انا بناظر والله انا عندي العمله المعدنيه كام نتيجه عندها؟ 2. طب مكعب الارقام كام نتيجه عنده؟ 6. اضرب 2 ضرب 6 يساوي 12. الموضوع سهل جدا وهيضطر اكثر نبدا نحل معانا اسئله كتاب الرسم. يلا يا شباب نعمل بس بسرعه سريعه صفحه 124. ايوه معايا صفحه 124 في الكتاب سند رقم 1 بيقول لي بكم طريقه يمكن ان يصطف رائد وقاسم وفؤاد. عندي رائد وعندي قاسم وعندي فؤاد. رائد وقاسم وفؤاد بكم طريقه الثلاث اشخاص دول يقفوا امام امين المكتب؟ يعني والله الثلاثه واقفين، ادي رائد وادي قاسم ومين وفؤاد، الثلاثه هيقفوا امام امين المكتب. مين يقف الاول ومين يقف الوسط ومين يقف الاخر وبكم طريقه ينفع الثلاثه يقفوا؟ ركز معايا في الحكايه دي. انا عندي كم؟ عندي 3 اشخاص. اكتب رقم صفحه 124 رقم 1. عندك كم شخص يا حبيبي؟ عندك 3 اشخاص، رائد وعندي قاسم وعندي فؤاد. ده وقف في الاول، رائد في الاول. طيب يبقى الثاني هيكون مين؟ هيكون معايا قاسم ممكن صح؟ او فؤاد. يبقى لو رأى الأول الثاني هيكون قاسم أو الثاني ممكن يكون فؤاد. طب لو الثاني قاسم يبقى لازم الثاني يكون مين؟ يكون فؤاد ممتاز. ها معايا؟ طب رأى الأول فؤاد الثاني يبقى مين الثاني؟ قاسم ممتاز. خلاص؟ يبقى كده احتمال الأول اللي هو رائد هيقف في الأول في أول الصف، يبقى رائد بعدين قاسم بعدين فؤاد، او رائد في الاول بعدين فؤاد بعدين قاسم. طب المثال الثاني قاسم نفس المساله، الاحتمال الثاني قاسم في الاول هيكون بعدين مين؟ ممكن فؤاد او رائد رقم 2. طب لو فؤاد رقم 2 يبقى لازم رائد يكون رقم 3 ولازم فؤاد يكون رقم 3. يبقى قاسم فؤاد رائد او قاسم رائد فؤاد. طب لو فؤاد وقف الاول ممكن الثاني يكون قاسم او رائد، يبقى الثالث هنا
الرائد وقاص. الترتيب معانا هو بيقول لي كده بكام طريقه، يبقى رائد قاسم فؤاد او رائد فؤاد قاسم او قاسم فؤاد رائد او قاسم رائد فؤاد، فؤاد قاسم رائد، فؤاد رائد قاسم. يبقى كام ترتيب؟ مين اللي يقول لي؟ عيد معايا. واحد اول ترتيب، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. يبقى السؤال الاول يا شباب، عندي ست طريقه يستطيع كل من رائد وقاسم وفؤاد ان يصطفوا امام امين المكتبه. اظن السؤال ده واضح؟ ممتاز. طيب السؤال رقم اثنين، السؤال الثاني جرى معايا. السؤال الثاني بيقول لي استعمل الرسم الشجري، يبقى انا الحين لازم استعمل الرسم الشجري لايجاد عدد الحقائب المختلفه التي يمكن صنعها اذا كانت الحقائب من نيلون او جلد، وعندي باللون الاحمر او الاخضر او الاسود. يبقى انا عندي حقائب، السؤال الثاني عندي حقائب، معلوماتك اكتبها على جنب عشان فقط تقدر تحل المساله دي. عندي حقائب يا اما نيلون او جلد، نيلون اكتب كده رقم اثنين، حقائب نيلون. النيلون ماده بتصنع لنا الحقائب او جلد، يبقى الحقيبه ممكن تكون مصنوعه من النيلون او مصنوعه من الجلد. طب الوانها هل بتساعد؟ قال لي لا، عندي ثلاث الوان. ايه هما الالوان اللي عندك؟ قول حاجه منهم. احمر واخضر واسود. يبقى ممكن تكون نيلون لونها احمر، او نيلون لونها اخضر، او نيلون لونها اسود. الجلد ممكن تكون لونه احمر، حقيبه لونها احمر، او لونها اخضر، او لونها اسود. الحين انا استعملت الرسم الشجري، يبقى نيلون احمر او اخضر او اسود، جلد احمر او اخضر او اسود، ولكن لا تترك المساله كده. ارجع تاني للسؤال، يقول لك استعمل الرسم الشجري، انا استعملت الرسم الشجري ولكن في ايه؟ اقرا تاني. لايجاد عدد الحقائب المختلفه التي يمكن صنعها بالنسبه عن العدد. يبقى انا عندي لازم اكتب اقرا سؤال زين وناظر هو طالب مني ايه؟ دي بعض زمايلنا بيرسموا كده. طب في مين يعني؟ يبقى نيلون مع واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى انا عندي كم طريقه يا شباب؟ احسن، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى انا عندي ست انواع من الحرب. والمثال الاول برضه عندي ست ايه؟ ثلاثة. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شباب، بيقول لك ايه؟ ما عدد النواتج الممكنه عند رمي مكعب ارقام واختيار حرف من الكيس اللي امامك ده؟ قال لي رسم شجري؟ لا، ما قال، ما اشترط عليه شيء، لكن السؤال الثاني هو اشترط، قال لك استعمل الرسم الشجري. يبقى هنا ما شرط اني استعمل الرسم الشجري، يبقى ارجع لايه؟ لمبدا العد الاساسي، عايز عدد الطرق فقط، ومبدا العد الاساسي بيجيب لي عدد الطرق فقط. انا عندي مكعب الارقام، عندي كم نتيجه عندي؟ ست. ممتاز. ضرب، هو بيقول لي مكعب ارقام واختيار حرف، عندك كم حرف؟ عد لي معايا كده، 2 4 6 7، عندي 7 حرف. يبقى 6 ضرب 7 فقط يساوي 42. هو بيقول لك ايه؟ عدد النواتج يبقى 42 نتيجه. هل لازم ارسم الرسم الشجري عشان ليه؟ احصل على 42 نتيجه؟ هتبقى صعبه جدا، وهو الحين ما طلب منك الرسم ايه؟ الرسم الشجري. يبقى لازم هو يا شباب اتكلمنا عن فضاء العينه بالترتيب، قلنا فضاء العينه هو مجموعه جميع النواتج، من كل النواتج دي بقول نيل واحمر دي نتيجه، نيل واخضر نتيجه، نيل واسود نتيجه،
يبقى الفضاء العينه بيتكلم على ايه؟ على النتائج. خدنا الرسم الشجري اللي هو هذا الطريق، اخذنا اخر شيء اللي هو مبدا العدد الاساسي، ان انا ممكن احصل على فضاء العينه على عدد فضاء العينه باستخدام العدد وليس باستخدام الرسم الشجري. هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا ورق عمل اسفل الفيديو، استاذنكم نحلوا مع بعض وفي استفسار بس تكون هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.